تتجاوزي في خطر من الفشل الكلوي الحاد؟ اوكي. الفشل الكلوي الحاد بتعريفه هو عجز عن الكلى عن افراز السموم والسوائل الزائده في تايم او وقت قصير جدا من ايام الى درجه اسبوع. على حسب الاحصائيات الدوليه اشهر الاسباب للفشل الكلوي الحاد يقع في كبار السن، نمره واحد في خطوره، نمره اثنين في الادويه بدون ارشادات طبيه، نمره ثلاثه كثير من الالتهابات او الالتهابات الميكروبيه وغير الميكروبيه الحاده من تاثيرها على وظائف الكليتين. برضو من ضمن التاثيرات السلبيه في عدم شرب السوائل بكثره وبالاخص في كبار السن. احنا عارفين ان كبار السن كل ما زاد السن قل الشعور بالعطش، وبالتالي في نسبه كبيره من كبار السن بيوصلوا المستشفيات في حاله جفاف، وبالتالي ممكن يكون اصابه. في مجموعه ثانيه اخرى مهمه جدا من اسباب الفشل الكلوي الحاد في المستشفيات والرعايات المركزه نتيجه الاصابه بفشل في اعضاء الجسم عامه زي وظائف الكبد او وظائف القلب او السكته الدماغيه. هو عضو فراجايل، محتاج جدا ان احنا نحتاط بكل شيء من الادويه او العقاقير او الفحوصات الطبيه اللي ملهاش لازمه او بدون استشاره الطبيب، تجنبا لموضوع الفشل الكلوي الحاد. شكرا قوي يا دكتور. شكرا.